حول هذا الموضوع نتحول إلى الزميل محمد برويس في هذه الزاوية التحليلية. إليك محمد. شكرا لك الزميل محمد أنس طموح. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن للتعليق على هذا الموضوع معنا من روما المختص في الشأن الليبي ومدير الشبكة الإيطالية للدبلوماسية خالد شوقي. أهلا بكم أستاذ خالد شوقي. أهلا وسهلا. ألف مرحبا. على ماذا يدل هذه تدل هذه التطورات في الوضع الميداني في ليبيا في هذا السياق بالذات؟ بالتأكيد منطقة مطار طرابلس الدولي هي منطقة حساسة ومنطقة مهمة للغاية على مستوى استراتيجي، وحاولت أكثر من مرة بعد الأطراف المسلحة أن تفرض سيطرتها على هذا المطار، خصوصا الآن وأن حكومة دبي تحاول صيانة المطار لإعادة تشغيله، فهناك بعض الأطراف التي تطمح في أن تفرض سيطرتها والاستفادة مما سينتج عن إعادة تشغيل المطار في المستقبل على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى أيضا إثبات القوة. فهذه المنطقة منطقة استراتيجية وكانت أكثر من مرة مكانا للصراع بين بعض الأطراف وبعض ما يسمى بالميليشيات في طرابلس، وهذه المرة يبدو أن الأوضاع الآن توقفت شيئا ما، ولكن طبعا هذا لا يبدي بأن هناك حل على المستوى الأمني كما ذكرتم في طرابلس، و لهذا السبب كانت هناك زيارات مهمة رفعة المستوى من الأطراف الأمريكية والتركية في الأسابيع والأيام الماضية. هذا الحادث يأتي أيضا في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي عن إطلاق العمل المشترك بين الفريق الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار والمراقبين الليبيين. هل يعطي ذلك أيضا دلالة لربما لمستوى التهديد والتحدي الأمني الآن لا سيما في العاصمة طرابلس؟ بالتأكيد هناك أطراف التي استفادت من الفوضى خلال كل هذه السنوات، وكل ما يقترب الوقت والزمن إلى إمكانية اتفاق، والآن قد أنهيت أيضا أشغال المجموعة المشتركة العسكرية 5+5، فهناك بعض الأطراف التي تريد أن تثبت أنها تريد على الأقل حصة من القرار في المشهد المستقبلي. هل هو نوع من الرد؟ هل هو نوع من الرد أستاذ شوقي؟ نعم بالتأكيد هو إثبات للقوة على مستوى الميدان والقدرة في البلبلة على إمكانية الاتفاق، وهذا خصوصا بعد الزيارات التي قام بها رئيس المخابرات الأمريكية الأيام الماضية وأكد على ضرورة إيجاد حل سريع، لأن ليبيا ينبغي أن تصطف في الصف الأمريكي وتخرج ربما من تأثير بعض الأطراف الخارجية التي تريد أن تشوش على مستقبل الاستقرار في ليبيا، وهذه من ردود الأفعال التي للأسف الشديد تبين أن مجموعات مسلحة حتى في الغرب الليبي ربما تستفيد من دعم خارجي ولا تريد الاستقرار، وهذا مما يضعف أيضا وضع الحكومة المؤقتة حكومة عبد الحميد دبيبة. أستاذ شوقي، كان في الأيام الماضية ولربما تتمة أيضا لمسار الانحباس الذي يعرفه المشهد السياسي دعوة من مجلس النواب للمجلس الأعلى للدولة من أجل الحسم في مسألة القاعدة الدستورية الخاصة بهذه الانتخابات. هل هناك اختراقات ما تلوح في الأفق في المسار السياسي تحديدا؟ بالتأكيد حاولت المغرب وبعد ذلك مصر مؤخرا في توحيد وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى، وقد قرر قبل ذلك المجلس الأعلى بقطع أي نوع من الحوار مع مجلس النواب، فللأسف الشديد على القادة الليبيون حتى الآن في كلا الهيئتين لم يكونوا جديين في حل نقاط الخلاف، وهي بشكل أساسي حول إبعاد العسكريين وذوي الجنسيات الثانوية بعد الليبية في الترشح للانتخابات أو التحصل على مناصب سيادية. فهناك للأسف الشديد حتى الآن عدم رغبة بالوصول جديا للتوصل إلى اتفاق مشترك رغم الجهود الكبيرة التي يقوم بها السنغالي مبعوث الأمم المتحدة باتيلي وتحركات أيضا الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة. المجتمع الدولي الآن ربما هو مشغول حول ما يقع في أوكرانيا، ولكن على المستوى أيضا الطاقة وعلى المستوى الأمني في المتوسط ينبغي وجهود المجتمع الدولي وأوروبا وأمريكا بشكل خاص تحاول
أن تبعد الساحة الليبية عن التأثيرات الجانبية والخارجية لبعض الأطراف الإقليمية، وهذا هو التحدي الكبير، بأن يبقى للليبيين فعلا الحرية في وجود حل وسط ذاتي بدون تأثيرات خارجية، وهذا كل وهو ما يؤثر دائما على مستوى الأمني والعسكري وأيضا على أصحاب القرار الليبيين. أستاذ شوقي، حينما نتحدث عن المسارات في ليبيا سواء تعلق الأمر المسار الدستوري، المسار الأمني العسكري وغيره والاقتصادي أيضا، هناك نتائج متباينة في هذه المسارات كلها، وسمعنا مؤخرا أيضا الحديث بأنه جرى نوع من التقدم الإيجابي فيما يتعلق بطرد المرتزقة أو خروج لنقل الميليشيات الأجنبية وغير ذلك. هل يجسد ذلك في الواقع يعني تقدم ملموس في على درب لربما النهوض بالمسألة الأمنية في ليبيا؟ أعتقد أن هذا ليس صحيحا 100%، لأن هناك تأثير روسي وفاغنر بشكل خاص لهم حضور وتواجد على مستوى الجنوب وأيضا في مناطق شرقية، وهذا ما يزعج كثيرا الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، وهذا كان على رأس جدول الاجتماعات التي طرحها بيرنز مدير CIA لأول في زيارة نادرة لليبيا التي التقى من خلالها بالدبيبة وأيضا بخليفة حفتر في الشرق. فهناك لازال تواجد مهم ومزعج جدا للأطراف الروسية ولمجموعات عسكرية روسية التي قد تؤثر على الاستقرار، وهذا طبعا يخلق أيضا إشكال كبير في مدى قدرة الحكومة طرابلس في زعم قدرتها على تأمين كل ليبيا وليس فقط طرابلس وما جاورها. من جهة ثانية هناك طبعا تأثير تركي مهم وملحوظ، وقد كانت هناك زيارة لرئيس المخابرات فيدان التركي إلى طرابلس قبل أيام بعد زيارة المسؤول الولايات المتحدة، وهذا يبين بأن هناك أيضا ربما منافسة لإثبات أن أيضا لدى تركيا أهل الكلمة والتأثير في ما هو المستقبل ومسار المستقبل الليبي في المستقبل. فأظن أن هذه من بين للأسف شديد المؤشرات التي تبين أن ليس هناك خروج فعلي للمرتزقة رغم التزامات الجميع على الأقل لفظيا، ولكن على مستوى السياسي لاحظنا أن هناك تقارب شيئا ما لإيجاد حل لانتخابات خلال السنة كما ذكر يعني مجموعة المسؤولين الليبيين، وهذا سيعود أيضا إلى مدى قدرة رئيس المجلس الأعلى ورئيس مجلس النواب في ربما وضع جانبا نقطة الخلاف الأساسية وهي إبعاد العسكريين عن المناصب السيادية وإيجاد حل ولو مؤقت للشروع في الانتخابات بعد سنة من الفشل ورغبة الليبيين في انتخاب جزء يعني عنصر يمثلهم وله شرعية قوية ليس كما الآن. شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد شوقي المختص في الشأن الليبي مدير الشبكة الإيطالية للدبلوماسية، حدثتنا من العاصمة الإيطالية روما. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.